بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقل اعملوا. عنوان الدرس هو بداية آية من آيات الله في سورة التوبة، الآية الخامسة بعد المئة الأولى، ذي الآية 305 ذي سورة التوبة. أكنت يبدا ربي سبحانه ينادي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ربي سبحانه ذي لا يقثم شطوح، آية قصيرة، إفدرد ذكس العمل ثلاث مرات، ثلاثة فيكال، ثلاثة إفردان، إدنا العمل العمل العمل. وقل اعملوا، ربي سبحانه يرشداغ يولهاغ الخدمة. أرشدنا الله جل جلاله إلى العمل، مسألة جوهرية مهمة في حياة الإنسان، الفرد، في حياة الجماعات، في حياة الأمم. لا يمكن أن نتصور حياة بلا عمل. ونزميرارا أن يدير ذي الدونيث بلا الخدمة. لذلك الحكمة سيدي ربي أن دفذر الإيمان يشدث الخدمة، حيث وردت كلمة الإيمان تكون مقرونة بالعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان إلها ذي الرجم قرآن ذي سذرث بمذان أعظم كنز الإيمان. لذلك ربي ناد يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. النبوات الرسالات أكن ملانت إمولهن تالسا هدات البشرية جميعا جاءوا بهذا الأصل الأصيل. يوكيم شقا عندي شقا ربي سبحانه والهنث خلقيث والإيمان سربي، في مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أو يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ربي يون أرسى عشري. ولكن ماذا بعد الإيمان؟ بعد الإيمان أدس الخذمة، الخدمة، العمل. لذلك العنوان وقل اعملوا، تفهمنا؟ ولكن أرجو، ربي ناد فسيرى الله عملكم، ربي سبحانه لا تخفى عليه خافية الخذمة، يزرت ربي ذم زوارو ذنسيت توالين ذنسيت يزران ذم زوارو، يعلم السر وأخفى. فسيرى الله عملكم، ما إلا ربي زرى ربي يحصى، المعنى يسيم ذانا أدخذ من الخذمة تقرز ثلها ثنكمال، أخطر ربي زرى أين قفرا أين دي ظهرا السر والعلن. فسيرى الله عملكم ورسوله، أو كل واحد منا يتمنى باش الرسول يفرح به ولا لا لا يتمنى
باش الرسول كي يشوفك تشوفه يفرح بك، يقول لك انت اللي يضي بو عنداس الخير الرباح ذار غاز نغ تلاوين كيف كيف ثمنم ظلم تخدم من الخير تطبق من الآية وقول اعملوا ثورة مرحبا يسون إن شاء الله الجنة عليهم. الآية 41 من سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهي الآية التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم، بكات الصحابي الجليل إناس عبد الله بن مسعود، إناس النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن، إناس غرد القرآن هذا السلا السمح صار، إناس أقرأ عليك وعليك أنزل أن كد غرف لك القرآن، القرآن ينزل في الله. الأمر ليس بسيطا، الأمر ليس بسيطا باش واحد يقرأ القرآن قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر صعب زاي ثقيل الهيفة الرهبة. إني سأقرأ عليك وعليك أنزل، ذا شو سن النبي عليه الصلاة والسلام رفع عنه الحرج، إني أحب أن أسمعه من غيري. شوف سبحان الله التيسير للحنان، أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ يقرأ أوائل سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره، إلى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصحابي ليس حسبك أحبس دائم الصحابي ليس ولا نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم خزر ذيك ولا فإذا عيناه تذرفان الدموع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتسرو بكى. الآية هذه بكاته خطر موقف جلل باش النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع بأمته وبالسابقين من الأنبياء والمرسلين كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة كلهم، ولكن حكاية طويلة. سيدنا نوح عمر الدعوة 950 سنة، وتعرفوا شحال ركبوا في السفينة نتاعو، شحال يركب دي السفينة سيدنا نوح؟ قليل. سمحوا لي لو كان كل عام يا من واحد هاو عنده 950 مؤمن 950 فيدال ما كانش. وتعرفوا الحكاية، حكاية سيدنا نوح شيخ الأنبياء هو يطمع فينا باش نشهدوا باللي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد باللي جميع الأنبياء بلغوا الدور الرسالة بلغوا. الآيات كثيرة، سمعتوا هذه الآية 41 من سورة النساء، كاين الآية 140 من سورة آل عمران، كاين الآية 143 من سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الأمة الوسط للدين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا على لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آيات عجيبة، والقرآن كله عجب. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن موقف جلل، النبي صلى الله عليه وسلم يتسرو إمي يسلغي الآياجي، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سؤال، كيف نحقق براءتنا؟ البراءة بالعمل طبعا بعد الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البراءة، شهادة البراءة يحظى بها المؤمنون العاملون للصالحات، انتهى. هذه حيثيات الحكم، إن شاء الله الحكم اللي يكون لصالحنا، الأحكام حينما تصدر
أذكركم بقوله تعالى في سورة البقرة الآية 281، ربنا قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خطر نكون أمام الحكم العدل. إذن أمش أرنس لك ذي الدنيا ولا ذي الآخر أفريد سلاما أرثكين دماء الظوى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسورة الفاتحة مكل ركان قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اتفقنا؟ يلا الآن نبقوا وقل يعملوا. بعد الإيمان يأتي العمل. ما هو العمل؟ هو الصالحات، الآيات، سورة سمعنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا في سورة الكهف آخر آية، الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن خلاصة المركزة لازم يكون عمل صالح. فرات أول من يطلع على الأعمال ربي، فسير الله عملكم، زيد ورسوله، زيد والمؤمنون، المؤمنين هذا يشهد لهذا، وإن شاء الله في الدنيا نتعاونوا في الآخرة تكون الشفاعة بيننا إن شاء الله تعالى. وقل اعملوا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. العمل أول حاجة لازم يكون مقرون بالإيمان، هذا الشرط رقم واحد باش يكون عمل نافع. الإيمان أن بعد الفيرس أدياس الخدمة العمل الصالح. الأمر الثاني لازم يكون وجه ربي برك، هذه مهمة، الإخلاص، الخلاص في الإخلاص. ربي قال في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء واضح، كل شيء واضح. إذ لازم يكون وجه ربي، لازم ذيلي يوذ من ربي عزيزا، هذا أمر أساس. النية، الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثلاثة يسعى عند غزل ذم قرآن ذا شوف، لازم العمل ينصرف إلى الدارين. الدارين معناه سنتذرين، أنخدم الدنيث ونخدم الآخر، هذا هو، هذا هو الميزان. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، كمل، ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا من هذه منهجية مهمة، ميزان قرآني، علاه؟ باش الإنسان لا يميل إلى جهة ويهمل جهة، يعمر الدنيا والآخرة فارغة، ولا يخدم للآخرة ويخلي الدنيا، لا، في زوج. ربي اللي قالنا هذا الميزان، أنخدم الدنيا ونخدم إلى خرص، أنزور ذي الدنيا. ثرنا في الدنيا عادي، تنتشر همم الناس في دار الدنيا، همم الناس انتشرت، وقال لي وفق ربي دخل من تفلاح، إن شاء الله يفك ربي لهوا راغي ينفعن، أفرحني فلاحان، أفرحني المال، التجور، الخير، الربح. كاين اللي خدمتهم فلاحة، زراعة، ربي سبحانه وجههم لهذا المجال، والآخرين التجارة، الآخرين اللي نشر العلوم مختلفة، الآخرين مجال الإصلاح بين الناس، كل هذا عمل ربي سبحانه. إن أدخذ مث لا يجوز نقلا ولا عقلا
أن نختزل العمل في مجال محدد بعينه، فكل ميسر لما خلق له. إذن كل ميسر لما خلق له. الهمم تنتشر، كلنا ندى يروح، كلنا ندى يروح. هذه حكمة الله باش الدنيا تتعمر. هلو كانوا لي وقع دي ماسون نبني وقع ومن بعد والفلاحة شكون يخدمها؟ وشكون يدير الميكانيك تخسر الطوموبيل؟ أشكون يخدم البانتور؟ أشكون يخدم التريسيتي؟ أشكون يخدم؟ إذن سبحان الله حكمة الله. الله يرحم هذاك الشاعر اللي قال الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. لم يحوجوا. الكمال لله. ألا ربك سعن الكمال هو قيوم يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. إذن الدنيا نعمروها، فهمنا؟ يلا. ولكن في حاجة أخرى، هؤلاء الناس في الدنيا يختلفوا، مشاكل الدنيا فيها مشاكل، في التجارة، في الاستثمار، في المال والأعمال والمواريث والهبات والحبوس والتجارات، فيها خدمة، والناس يختلفوا. ربي قال كي تختلفوا تصلحوا، هذا ما كان. ربي ما قالش ما تختلفوش، ربو غدي النار وتسمخلف ثرى. إلا كان مخلف، خاطرنا في الدنيا كاين سنة التدافع، ولكن ربي سبحانه يناد ميث مخلف يصلحت، هذا ما كان. يفكا ينجرغ دافريد انتفراث أتعيو الشدة واد قريث الويث. سورة النساء الآية 65، ربي ناد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. القرآن ودهنا لذشو الخلاف فيما شجر بينهم، قد يكون النزاع عقاريا ولا ماليا استثماريا تجاريا أسريا اجتماعيا فكريا علميا عادي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن ذيني ممزورة لجدوث النغ سعن تجمعي عن الخير، تجمعي ثم الصلح، تجمعي ثم الخير. أكا من الشعارات الرائدة التي حفظناها من الأجداد. واش يقولك ما يضرب وقور أسنين نرزد في اللون أن جفرين يرزن، نرزد في اللون أن فنوين يهدن، نرزد في اللون أن زيزدي أولون إلوغن، نرزد في اللون. يعني شعارات وفي الحقيقة منهج عمل في الإصلاح بين الناس، منهج رائد لم يذكره لا الفلاسفة ولا علماء الاجتماع ولا غيرهم، ولكن وكذلك ذكره الذين ربتهم الدنيا سلحيف. والحياة أفضل المدارس، عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة. الدنيث السلماذ الصغاري، الدنيا عمرناها وستنتهي. الشيخ محمد الحسين الذي يرضى ربي في اللاس إناس ولاش تصب حيثور نسائي ثم ديف، جينا الدنيا والموت وقع كلنا، ولكل أجل كتاب. الله يرحم الشاعر اللي قال الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار.
المثياك لكل أجل كتاب. يلا والآخرة نعمروها أيضا. باش نعمروها ما يجيش واحد يقول لك نخدم 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 والخدمة عبادة ويخلي كاع ما ينفعش. لا خطر كاين ممكن واحد يفقد الميزان يعمر الدنيا وضيع الآخرة وهذا مرفوض وسيندم، ولكن حيث لا ينفع الندم وسمعنا الآيات أمرنا بعمار الآخرة. أمشي نعمر الآخر العبادة والطاعات سويدينا ربي ربنا تزال تنزل. حديث ابن عمر الله يرحم اللي بلغونا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر بلغ لنا الأحاديث 2630 حديث. أنعم هرهم بين أيدينا خدام السنة تعبوا اجتهدوا الرحلة في طلب الحديث كما يقول الخطيب البغدادي، قصص في غاية الروعة والجمال والجلال. 2630 حديث هذه رواها ابن عمر وغيره. أمنا عائشة رضي الله عنها 2210، أبو هريرة رضي الله عنه 5374 حديثا وهو من أكبر الصحابة رواية، 5374 هذه سنة، هذا ميراث النبوة. له خدام، له خدام خدموا السنة. في حديث ابن عمر إن بني الإسلام على خمس، الإسلام يبنى في خمسة تركيزين، لا إله إلا محمد رسول الله، تصلي، زكاة العشر، رمضان ذي الحج. في كذا زائد أمور أخرى، هذه هي عبادات لازم نأديوها هكذا، زائد ما تعلمون صلاة الجمعة، صلاة العيدين، السنة وكذا وغيرها من السنة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، وخير ربي والنوافل والرواتب. وبعدين بالنسبة للزكوات كاين الزكاة، والزكاة عبادة مالية اجتماعية العشور لمن استطاع، اللي عنده المال وتوفر النصاب ودار عليه العام يلا يخرج زكاة، مفهوم؟ وين يروح الزكاة؟ الفقراء، باش ما يبقاش واحد مغبون في المجتمع على وجه الإطلاق بل على مستوى الأسرة البشرية. 8 أصناف، الآية 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات الزكوات، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعامين عليها إلى آخر الآية. 8 أصناف، كل شيء مضبوط، هذه عبادات. والحج إن شاء الله قريبا حجاجنا سيغادرون الوطن إن شاء الله نحو البقاع، نسأل الله أن يتقبل حجهم جميعا وأن يجعله حجا مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن عبادات، ولكن حبس ماشي غير هنا، زيد الصلاة تعطينا الطاقة للعمل، والعمل الخيري، العمل الخيري الخير، الفقراء المساكين المغابن المرضى الموتى كاع وراهي، وخدمة المجتمع. خطر العمل، العمل الخيري ماشي غير إذا في حاجة، لا نضيق واسعا، كل ميسر لما خلق له، ليس كذلك؟ أخدم، أخدم الخير، خدم الخير أكا وربنا يخدم مثل الخير. واش قال في القرآن سورة الحج الآية 77، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، خدم مثل الخير، ربي قال ديروا الخير وما قالش واش من الخير، باش كل واحد يدير الخير. أدفض شرك مذانا ذي مسوقا انت الدارث. بعض الناس خدمتهم ايه؟ يشرفون على القرية، يخدموها، يشوفوا الفقراء المساكين كذا، طريق هذه معوجة، هذه لازم تتسقم، ثالة إلى قد تزدي إلى آخره. هذا هذا عمل، وعمل كبير. نتكلم على هذا الأمر لأن القرى مدارس، مدارس تدريبية تمحيصية للقيم. أنا عمه ثالث خطر ثالث هي لم يظن ثالث. والآن الحمد لله حتى المدن كاين مدن أن منظمة،
كل شيء يكون مسقم، خاطر كي يكون هذا كي يعيشوا الناس في الباطمة يسقموا رواحهم، أو الباطمة هذه هي قرية صغيرة برك. ما يقولش أنا خاطيني من العتبة نتاع الدار القدال داخل، نعم الباقي خاطيني، لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمامان البخاري ومسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، رواية الإمام مسلم، ورواية الإمام البخاري بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي رواية: والحياء شعبة من الإيمان. بلا لي كونفيرونس لي كونغري المؤتمرات لي كونفونسيون كلها تهضر على لونفيرونمون البيئة، المحافظة على البيئة، الكرة الأرضية، كاين مؤتمرات دولية تعقد على الأرض، الأرض اللي عايشين فوقها، هذا الأرض نبنيو فيها الجوامع والمصانع والديار وفيها الوديان والبحار البحار والدنيا كاع راهي فيها، ولكن ظلمناها هذه الأرض، ظلمناها. نعم الأسرة البشرية للأسف لو نطقت الأرض لاشتكت إلى رب العزة جل جلاله. إذن إخواني الأرض لو نطقت لرفعت شكواها إلى رب العزة جل جلاله. لماذا؟ تلوث البيئة، البحار أوريس ليكالا، الغابات في زقوة سليك انتالا، نزيد مشكلة النظافة، مشكلة تربوية حضارية خطيرة جدا. احنا الإسلام قال لك لا ديروها من الواجبات، حذاري. أين الإشكال إذن؟ هل الإشكال في النصوص أم في تطبيق النصوص؟ هنا الإشكال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو جاي الصيف، وكي يجي الصيف من بعد كيف الناس تروح البحر وتروح الغابات يروحوا؟ علاش واحد كي ياكل ولا يخلي مكانه نظيف؟ برك سهلة، يوم يروح رزقي يروح البحر يروح ميك تشلقوا ويتشا كذا، غادي يجمع هذه جماع باش يقول لك بسم الله ما شاء الله، هذيك البلاصه تشهد عليك يوم القيامه، يقول لك خلاني نظيف، خلاتني نظيفه، او خلاني نظيفه، تجايز الدير، اليس كذلك؟ زيد نروحوا حتى المقابر، انا عميه، انا من الموازين المهمه في الحياه انه لازم في مقبرة تزدي. أي غرضك الآن في المجتمع الحمد لله يديروا تطوع يوم الفلاني نروحوا نظفوا المقابر. إيه هالمقابر سكان الموتى وسنلحق بهم وكلنا إلى ذلك المصير. وعلاش ما إخي عندهم حرمة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لهم حرمة كبيرة، والقرآن أعطى لهم كرامة. ولقد كرمنا بني آدم، الآية رقم 70 من سورة الإسراء، ولقد كرمنا بني آدم. إذن كرامة الإنسان في آدميته حيا أو ميتا، غير عندنا اللي كان هذه، غير عندنا برك فقط. مسألة مهمة، الإنسان عنده كرامة. إذن كلها أعمال، هذه مجرد فعل الخير، وربي قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال في سورة البقرة الآية 148: فاستبقوا الخيرات. ماشي غير ديروا الخير، لا، استباق، مزيز زيلت غير الخير. إذن هذا كله عمار للدنيا وعمار للآخرة. وقل نكمل الآية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة
يزرع يحصى، أين يفرن أين يظهرا، فينبئكم بما كنتم تعملون. لذلك واجبنا أن يذكر بعضنا بعضا. ربي في سورة الذاريات الآية 55 يناد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سمحتي الإنسان يغفل ينسى، الدنيا واعرة يا حسرة يا من الناس غافلين وماتوا. نسأل الله الرحمة للجميع. علاش ربي قال في قال واذكر ربك إذا نسيت؟ هاو الإنسان ينسى في صلاته، ممكن ينسى ويدير سجود السهو عادي. أم ذاني الظلث هذي تسو هذي رقع فالظلثيس سجود تثوث، إذن ما يتسو عادي. ذلك ربي قال في الآية 55 سورة الذاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الغفلة واش قال؟ ولا تكن من الغافلين. النسيان قال واذكر ربك إذا نسيت. شوف القرآن كلام ربي، هو ما كاش اللي يعرفنا كيما ربي. الله يرحم الفلاسفة الكبار والعلماء الكبار المنصفون، الله يرحم العلماء المنصفين بعد ما راهي في السياق. هؤلاء يقول لك غير ربي اللي يفهم بنادم. هذو العلماء هذوك اللي ماشي مسلمين نهار اللي يقراوا القرآن ويقراوا السنة يقول لك سبحان الله. نعم والأدلة والشواهد كثيرة لا نحصيها عددا. ربي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك يثمثان ربي سبحانه إن يغيد ذي الدنيا تسمع ونم في الخير. فالصلاة جماعة ليس كذلك؟ والأعمال الخيرية جماعة، والإنجازات وبناء الحضارات كل شيء جماعة جماعة جماعة. ربي قال كما تعاونتوا في الدنيا جماعات جماعات زمرا زمرا ندخلكم الجنة زمرا زمرا. وكاين صورة الزمر تعرفوها كامل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها كمل وفتحت أبوابها، الواو واو الحال، وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها، هذو كل يستقبلوا الملائكة يستقبلوا المؤمنين والمؤمنات، ربي جعلنا منهم جميعا، واش يقول لهم؟ مرحبا يسولا سلام أنوان الجنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. واش يقول أهل الجنة؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. بعد واش قال ربي؟ فنعم أجر العاملين. اللي خدمته في الدنيا تلقاه في الآخرة يستنى فيكم، اللي زرعته تحصدوه. أين الزرع ذي الدنيث أتغل ثم ذي لاخرث. لذلك ربي ختم هذه الآية في سورة الزمر قال فنعم، كاين آية أخرى ونعم، هنا فنعم أجر العاملين. آخر آية في سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش. إخواني أخواتي انظروا إلى هذا المشهد الجليل الجميل، ترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هاي النهاية المفرحة سجد سمديتي السفر عن ونذعنا فريذا قيل سلاك أذك شمل الجنة وتبدأ رحلة الخلود. تبدأ من هنا وربي الناد الحمد لله رب العالمين. لا شك أن هؤلاء المؤمنون والمؤمنات العاملون والعاملات يرضوا بما يجدون في جنات النعيم فيقولون الحمد لله رب العالمين. أذحمدنا ربي إيميث أمديث نسم تسيني صفرحا نكني يدنيني
الحمد لله رب العالمين. جيغاو ثلويث أرثم لليث سلام ربي في اللون.